السلام عليكم، الاسم ديالي محمد فتوح، مخرج سينمائي ابن مدينة كناس. انا فرحان بزاف انني كنشارك هذه السنة في المهرجان الدولي لسينما الشباب، اللي صراحة هذا المهرجان اللي كيعطينا فرصة باش اننا نلتقيو مع مجموعة من المخرجين ونلتقيو مع مجموعة من الشباب اللي كيكون عندهم نفس الطموح اللي كيكون عندنا حنا. فمهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب كيف ما قلت هو منصة للتعارف من اجل تلقي مجموعة من الثقافات السينمائية. وكنشكروا السي احمد الحبيب بالمدي باعتبار انه هو مؤسس المهرجان اللي كيعطي فرصه لا ليا لا مجموعه من الشباب اللي كتنوض في مدينه مكناس ولا مجموعه من الشباب سواء مكناسيين او خارج مكناس باش تعطى لهم هذه الفرصه باش انهم يحسوا براسهم انهم كيديروا شي حاجه، باعتبار ان البدايه كتكون صعيبه بزاف باش تكون انك يعني واحد الشاب طموح كتبغي المجال السينمائي وما كيكونش عندك امكانيات، ولكن المهرجان الدولي لسينما الشباب كيحاول انه يستقطب الناس اللي كما قلت لك يكون عندهم طموح من اجل المساعده ديالهم المواكبه ديالهم في المجال السينمائي. هاد السنه تختار الشعار ديال السينما والطفوله باعتبار ان الطفوله هي واحد الموضوع اللي حساس جدا. وكنشكر اداره المهرجان لانها فكرت باش دير هذا الشعار. وهاد السنه انا كنشارك بفيلم اللي العنوان ديالو فلاش باك اللي كيتكلم وكيتحدث على ظاهره ديال الاغتصاب، وكيف ما كنعرفوا ان الظاهره هذه اللي ولات ظاهره متفشيه في المجتمع سواء المغربي او العالم، ظاهره عالميه. وهو فيلم جديد يعني مصور بطريقه جديده، لا من ناحيه التقنيات لا من ناحيه الاخراج لا من ناحيه ديال التشخيص بعض الممثلين. وكنتمنى من الله ان يعني يكون المهرجان الدولي لسينما الشباب هو الانطلاقه الاولى ليا ولا الشباب اللي مشارك معايا باش انني ان شاء الله نطمح انني نزيد نشتغل ونشتغل ونشتغل اكثر، واللي بالا انكم واحد النهار ان شاء الله يكون عندي واحد فيلم طويل وكنت انا كنتنافس مع مخرجين كبار في الساحه الفنيه المغربيه واللي بالا العالميه كاع. وشكرا لكم.